لازلنا نتحدث في هذه الحلقة عن فصل الصيف وخصوصيته، ولعل واحدة من أبرز الأفكار النمطية المرتبطة بالصيف هي فكرة الإجازة أو العطلة. وهنا فإن الموضوع بالنسبة للأسرة يعني ميزانية مخصصة، أو على الأقل تغييرا في نمط تخصيص الميزانية في هذا الفصل من السنة. طبعا هذا بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة في بلداننا، فإن مصاريف المنزل للتكييف أو حتى لشراء احتياجات المنزل تختلف في هذا الفصل، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى نناقشها في هذه الفقرة بعد أن نتابع معا رأي الشارع في هذا الموضوع. الصيف. نعم الصيف. أكيد الصيف. طبعا أكيد موسم الصيف مصاريفه أكثر بسبب السفر. الصيف طبعا. أكثر شيء بالصيف أحلى. الصيف. أحيانا الشتاء. وأحيانا الصيف. بالصيف موسم كامل وبالشتاء موسم كامل. بصراحة فصل الصيف هو الأكثر صرفية. فالإنسان يخدم عام كامل للصيف. طلعات أكثر، نوادي صيفية للأولاد، اشتراكات سباحة. صيف لأن كثرة السياحة في هذا البلد تيجي توافد عليه ناس من كل مكان من دول العالم، فأكيد يعني الشتاء عمل فقط، عمل وسياحة خفيفة أكثر للسياحة. بالإجازة بالعطلة مصاريف أكثر. السفرات السياحة أذربيجان تركيا سوريا لبنان. رحلات لأن وسياحة. الأماكن السياحية أكثر شيء. شوبينج، المطاعم، البيتش، البحر، كويس، الشخطورة. خارج المملكة للصيف أو داخل المملكة للصيف. في زيارات الأهل، في الهدايا، في الفسحات. خاصة نحن عندنا في الخليج حار، فنطلع على المناظر الجميلة، وهذا في البلدان الثانية. هناك تقيم الحفلات والزواجات، فنضطر إلى شراء الملابس، إلى تقديم المعونة، إلى المتزوج، إلى الذهاب إلى السفر. للي بده يتزوج بيستغل فصل الصيف. المتزوج بيت هذا أكيد مصرفه طالع. ضيفنا في الاستوديو الدكتور عمر محمد المدرب في مجال التنمية البشرية، انضم إلينا هنا في الاستوديو نتحدث عن هذا الموضوع الذي رصدنا طبعا رأي الشارع فيه. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة أستاذ أديب. في البداية سنتحدث عن موضوع العطلة في الصيف، هل هي ضرورية؟ كسر هذه النمطية في العمل، هل هو ضروري للأسرة والعائلة؟ طبعا موضوع الإجازة، كلمة إجازة هي كلمة ذات وقع صحي، يعني نعم. كل الأشخاص بصراحة بانتظار هاي الكلمة إنه في عندنا نحن إجازة. بالفلسفة العمل الإداري، لو نحن نحكي بفلسفة العمل الإداري، نحن كبشر كطبيعة بشرية منا ماكينات، لو نحن تمينا نستمر تحت ضغط عمل نعمل بدون إجازات، هذا الشيء راح يولد عنا ضغط عمل. نعم. وممكن حتى الماكينه تحتاج لراحه. طبعا تحتاج في اعطال وصيانه. نعم. فالانسان لو اشتغل بهي الفلسفه هي بدون ما ياخذ فتره الاستجمام او العطله، راح ينعكس كضغوط عمل، راح ينعكس على حياته الفيزيولوجيه كامراض كثير نحن بنشوفها ومعروفه الامراض المتعلقه بضغط العمل. فنحن بحاجه من فتره لاخرى لاجازه. كثير من الدراسات، من بعض الدراسات اللي قامت فيها بعض المجالات المتخصصة الأمريكية وأيضا بهذا المجال، أكدت أنه نحن لازم نأخذ بالسنة أقل شيء 4 إجازات، كل إجازة لا تقل عن 3 أيام متواصلة، أقل شيء هي بالحد المينيموم. حتى نحن مثل جهاز الموبايل بده إعادة شحن، نحن بحاجة لإعادة شحن حتى نحافظ على صحتنا النفسية وصحتنا الفيزيولوجية والعقلية. طبعا موضوع الإجازة يعني ممكن يكون بالنسبة للأسرة يا أما البقاء في المنزل أو الاستجمام، بالحالتين تختلف الميزانية وتختلف الحسابات بالنسبة للعائلة، لأنه فصل الصيف حتى البقاء في المنزل في فصل الصيف له ترتيبات أخرى، يعني
اولا في تكييف مثلا في المنزل، اذا عم تتخيل هيدي الفتره اللي قاعدين فيها رح يكون في مصاريف كهرباء، اذا ايضا يريدون المأكولات تختلف، يمكن يريدون مشروبات، يريدون قصص مثلجه، والخروج للاستجمام خارج المنزل له ميزانيه، فكيف ممكن للاسره ان تحدد الميزانيه للعطله تبعها؟ بصراحه لما نحن بنحكي عن استجمام او لما نحن بنحكي عن عطله، هي التخلي عن النمط الكلاسيكي، يعني نحن نخلص من الدور اللي نحن فيه ونطلع على دور جديد. يعني أنا اليوم إذا كان ست البيت بدها تأخذ إجازة وتتم بالبيت، هي ما هي إجازة، تمام؟ المفروض يكون ما هي مثل ما قلنا، أنه يكون في دور جديد، أنه يكون في عادات جديدة، أنه نحن نخلص من الرتابة أو روتين اليومي ونطلع على عادات جديدة لروتين جديد. هلأ موضوع أنه نبقى بالبيت أو نكون برا، هذا أكيد نحن ما نحكي عن استرخاء وإجازة، ممكن نحن لو كان مدة يوم واحد ممكن أنا إجازة قضية باليوم، ولكن نحن نحكي عن إجازة ممكن تكون 3 أيام أو 4 أيام، من الممل جدا أنه نبقى باليوم. هذا الموضوع طبعا في له انعكاس على ميزانيتنا، أو في له انعكاس على ترتيبنا بشكل أساسي من حيث ترتيب الإنفاق اللي إنه اليوم كأشخاص عاديين، كل عائلة في إلى دخل محدد، سواء كان الزوجة أو الزوج هن اللي بيشتغلوا، أو مثلا على سبيل المثال الأشخاص عندهم أكثر من دخل، فهون لازم يكون في عندنا نحن أكثر من حساب حتى نحن نحسب قديش الميزانية. هاي الأساس يتم ترتيب الميزانية كي لا نقع بمشاكل مالية بعد ما نخلص العطلة نكتشف أنه نحن انبسطنا ولكن انكسرنا بالميزانية. بالضبط، هون في قاعدة ذهبية اللي نحن لازم نعرفها، أنه ممنوع الاقتراض حتى نحن نستجم. يعني هذا الموضوع نحن بشكل أساسي لازم نحن نعرفه. أنا ما فيني أخذ قرض من زميل أو من بنك أو من عملي، أو أخذ سلفة على راتبي أو اللي هو، حتى أنا أروح على منتجع 5 نجوم، أو حتى أنا أقضي عطلتي مثلا بمستويات جدا. هذا بالتأكيد الدين سيؤثر على الصحة النفسية طبعا، هاي رح يأثر في مرحلة لو تراكمت الديون رح يخليك في لحظة تقول يا ريتني ما طلعت هاي الطلعة. فهذا الموضوع خلينا نعرف كمان يعني كسر النمطية كيف يكون. هل هو كما قلت يعني يجب الخروج من دائرة النمطية؟ هل يجب أن تكون العطلة لها مدة محددة؟ يجب الخروج من البلد أو من المدينة؟ بالضبط. هلأ أهم شيء أنه يكون مثلا نحن في عنا مثل ما حكينا أنه مثلا تكون 3 أيام أقل شيء، وأنه نخرج نحن للطبيعة. اللي بحب غابة يطلع على غابة، اللي بحب البحر يطلع على البحر، اللي بحب الجبال يطلع على الجبال، أي مكان أنت بتحس فيه راحتك النفسية تطلع عليه. إذا بيت على الرجل يعني بكسر النمطية بياخذ التلفزيون بحطه باوضه ثانيه بغير هيك بيكسر النمطيه. هي النقطه انه لازم انه انت تطلع. هلا في عنا بعض المدراء مثلا نحن على احتكاك فيهم، بيجي بيطلع على عطله، بيطلع على اجازه وموبايلين معه، واثنين كل شوي بده يشوف المحاسب اوامر الصرف، وبده يشوف الثاني شو اشتغل، وبده يشوف. هي طبعا هم لا هو طلع من النمطيه ولا اخذ اجازه، هون فعليا هو بس غير المكتب، يعني غير البيئة العمل صحيح. له فهذا الشيء طبعا خطأ، يعني هو بنهاية إجازة هو بحاجة لإجازة، سينشغل حتى عن أسرته وطبعا لا يحقق هدف الإجازة. بالضبط. فهون نحن لازم نعرف لما نحن نحكي عن إجازة، أنا لازم أعرف أنه أنا بالضبط شو الهدف هاي الإجازة. أنا هدفها أنه أخذ راحة، أكون ريلاكس حتى أعيد بالضبط، أرجع أشحن نفسي، أرجع أرتب أفكاري، أرجع 100% أخلص من ضغوط العمل، لأنه نحن بلحظة من اللحظات نصل للحظة حرجة جدا لابد أنه نوقف. يعني لابد أنه نوقف. في كتير من الشركات المهتمة بالHR المهتمة بالموارد البشرية بتعطي بعض الموظفين نتيجة أنه بتنتبه عليه أنه صاير ردات فعل، عنده ردات فعل ممكن عصبي، ممكن تعطيه إجازة إجبارية. يعني في هذا الموضوع له انعكاس بشكل كبير. طب بدنا ناخذ، اخذنا الاجازه، ولكن اخذ الاجازه والعطله مع الاسره لا يعني صرف الاموال الكبيره، كيف ممكن بالنسبه للاسره انه ترتب اجازه ولكن من دون دفع مبالغ طائله لا قدره لها عليها؟ طبعا نحن قلنا انه ممنوع الاستدانه، ممنوع انا اقترض. هون طبعا في عندنا نحن 3 طبقات في المجتمع، الطبقه الغنيه والمتوسطه والفقيره. فانا اليوم مثل ما بختار انه الفندق يكون 5 نجوم ولا 3 ولا نجمتين ولا نجمه ولا حتى غرفه مفروشه بدون اي نجمه، لابد انه اختار انا بالضبط، احدد قديش انا ممكن اصرف لهي الاستجمام او لهي العطله. بهمني كثير قبل ما احدد هذا الموضوع اعرف الهدف. يعني هلا في كثير ناس بيجوا على تركيا على بهدف السياحه، بتلاحظ عمل له تقييم بنهايه الموضوع طلع بهدف الشوبينج،
فبختلف 180 درجه البادجت. اذا انا جاي فقط انه عندي اعرف انه انا في عندي مثلا استجمام لفندق واماكن تاريخيه او مطاعم اكل وشرب وبس، او لا انا جاي بغرض شوبينج وهذا لوحده بحاجه لبادجت كامله. فهون هذا الموضوع جدا مهم انه انا اعرف الهدف اللي انا جاي من شانه، سواء كان تسوق ولا سواء كان سياحه. النقطه الثانيه انه اليوم لابد انه ما تكون هي الاجازه مرهقه، وفي عندنا عده ارشادات نحن ممكن نتبعها بحيث انه نحن بنقلل بشكل كثير كبير من التكاليف هي. مثل مثلا انا فيني موضوع مثلا الحجوزات، في كثير من الابلكيشن الموجوده اللي بتتيح لنا مثلا وين في ارخص مثلا حجوزات. موضوع ايضا هون بيخلينا نحن نكون يعني منظمين، في اشخاص منظمين في عمل وفي اشخاص فوضويين. الشخص المنظم هو اللي بيخطط للعطله قبل بوقت، يعني انا مثلا بشهر 9 من هلا بعرف من تاريخ كذا لتاريخ كذا بحجز قبل بوقت قبل طبعا حجوزات قبل اشهر بيكون ارخص بكثير، عندك تيكت الطياره، موضوع ايضا الفنادق، موضوع توفر. كل شيء بيكون كله ايضا هو التوقيت، يعني الزمن مهم، يعني متى يبدا بالترشيد في المصروفات ووضع صح الميزانية معينة للإجازة. التخطيط للرحلة قبل بوقت، إنه أنا مخطط لها بتاريخ قبل بثلاث شهور أربع شهور أنا مخطط لها. النقطة الثانية إنه تعرف بالضبط المكان اللي أنت رايح عليه، حتى لو كان حديقة بنفس المدينة، إنه أنا عارف هاي المكان كيف بوصل له، شو الخدمات المتوفرة فيه، هل أنا ممكن أجيب معي، شو الحاجيات لازم تكون معي، شو النقاط السلبية الموجودة في هذا المكان. وهذا الشيء طبعا بهم كل الناس، حتى بما فيهم كل الطبقات اللي حكينا عليهم سواء كانت الغنيه ولا الفقيره ولا المتوسطه. طيب بقصه دائما يعني المردود اللي بيكون هو المعاش اللي بياخده الشخص هو، او اذا في اكثر من شخص يعمل مثل ما قلت بالعائله، هل في باداره المصروف هل في نسبه معينه لازم تنصرف على قصه الاستجمام او على قصه العطل؟ مثل لما نتحدث مثلا عن مصروف المنزل مثلا الاجار لا يتخطى 30% كي لا يشكل عبء، هل موضوع ايضا الاستجمام في نسبه معينه يجب أن لا تتخطاها؟ هلأ بصراحة الدراسات ما في نسبة نحن محددة نقول مثلا 20% لازم تكون للترفيه أو 20% الاستجمام، لا، ولكن نحن حكينا أنه أنا أقل شيء حتى أحافظ على صحتي النفسية والفيزيولوجية لازم أخذ أقل شيء 4 إجازات لمدة مثلا 3 أيام. يعني أنت لازم نحن اليوم موضوع ما بقى هو ترفيه أو ما بقى شيء أنه اختياري، هو شيء إجباري حتى أنت تحافظ على صحتك النفسية وحتى تحافظ على الصحة العقلية. لأن يعني نحن بنلاحظ لو شفنا معدلات الانتحار، تاني دولة بالانتحار هي كوريا الجنوبية، وشو السبب؟ السبب هو ضغط العمل. يعني اليوم المدراء الكلاسيكيين المدراء التقليديين هن كتير بفرحوا على الموظف اللي ما بياخذ إجازات، اللي هو دائما ويشتغل بعد الظهر. هذه طبعا هي نظرة خاطئة، وبنلاحظ بعد فترة أنه راح يكون في عنده أمراض ولازم هو ياخذ اجازه ولازم ياخذ اوف. لازم نحن نتفق كعائله بين بعضنا البعض انه نحن في عندنا مثلا بفصل الربيع في عندنا اجازه، بفصل الصيف في عندنا اجازه، بفصل الخريف في عندنا اجازه، بكل فصل الاجازه الانقضيه، ونقول انه هي الاجازه قديش رح تكلفنا حسب اعداد العائله وحسب نحن دخلنا. ممكن مثل ما اتفقنا انه نحجز بمكان يناسب هذا الدخل، وطبعا حسب هذا الدخل نحن بنقول انه هذا المكان رح يكلفنا مثلا هي الاجازه رح تكلف 1000 دولار. كيف فينا نحن من كل شهر نحن نقيم مدخرات بحيث انه تكفي هي المكان، هي المبلغ، هذا هي الميزانيه، بحيث انه ما ارهقنا حالنا، ما وقعنا بديون، وبنفس الوقت متعنا انفسنا ولقينا انه هذا يعني الموضوع جدا. افهم منك بان المبلغ الذي لن يصرف على العطله توفيرا ظنا من رب المنزل قد يصرف على تكاليف صحيه، لانه بالتاكيد عدم طبعا الذهاب الى عطله كما قلت يؤثر على الصحه النفسيه ويؤثر بالزبط على الصحه الجسمانية. اليوم امراض الاكتئاب، الامراض النفسيه كلياتها من سببها هي موضوع ضغوط العمل. هاي الامراض الاكتئاب الموجوده اليوم، الامراض النفسيه، في كثير ايضا حتى من الامراض الفيزيولوجيه، تساقط الشعر، القرحه المعديه وغيرها، ارتفاع ضغط الدم، كلياتها ضغط العمل. كيف الخروج من ضغط العمل؟ هو عن طريق هاي الفترات الجميله اللي انت فيك تتخلص من ضغط العمل، تتخلص من موبايلك، تتخلص من كل هالضغوط هاي، وتخرج بدون وضع ارهاق زائد على الميزانيه. بالضبط. فهذا طبعا رح يولد ضغط شديد لو وضعنا. شكرا جزيلا لكم. اذا عمر محمد، دكتور عمر محمد المدرب في مجال التنميه البشريه، نشكركم جزيلا. شكرا جزيلا للاستضافه.